الرحمن الرحيم. انظروا، فلينظر العالم كله في أسره. هذه فعائل بشار، هذا الدمار الهائل، الدمار الشامل، وكأنها حرب عالمية ثالثة يريد أن يشنها على الشعب السوري، على شعبه الذي كان يقوله بالروح بالدم نفديك يا بشار. ولما قاله نريد الحرية أراد أن يجعل الأرض دمارا وأن يحرق الأرض من تحتهم. هذه بلدة المنس شرقي معرة النعمان، انظر إلى أرزاق العباد، انظر إلى البيوت، انظر، أصبحت الجدران والغرف والبيوت على الأرض، دمار شامل. الله أكبر، 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 الله أكبر.